اطار وسط ليحيى جبران. جبران يلعب في الجهه اليمنى لهشام بن الحسن. تصل ليحيى جبران. جلال الداودي. هشام بن الحسن يرفع كره لكريم البركاوي الراسيه. جول القناص الماكر السفاح كريم البركاوي كالعاده. كان كريم بفريقه حسنية أكادير فادر مباراته في لحظات الأخيرة بعد دخوله في الجولة الثانية. الراسية خطيفة تستقر في شباك مجيد مختار وتمنح الهدف الأول لفائدة فريق الحسنية. هدف الصفر لفائدة الحيصة. وبشكل رسمي يتمكن من المرور للدور المقبل بعدما تمكن من تسجيل هدف ينهي الامور بشكل رسمي ويؤهل فريق الحسنيه بهدف كان ذكي من جانب كريم البركاوي. 1-0 الانتصار مره اخرى من جانب الحسنيه الذي قلت يؤكد التفوق في تاريخ لقاءاته في منافسات كاس العرش امام فريق اولمبيك السفي. اظن بانه بلغه الارقام والمعطيات واؤكد الانتصار الرابع في تاريخ لقاءات الفريقين في منافسات